بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقاء يتجدد بحضراتكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، القرآن الكريم ونحن في شهر الخير، شهر التراويح، شهر القرآن، لعلكم تستهلون هذا اللقاء بالحديث عن أهمية القرآن الكريم وتدبره في هذا الشهر وفيما بعد شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى لنبيه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في كل الشهور، وفي شهر رمضان خاصة، لأنه شهر القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في هذا الشهر على تلاوة القرآن، وكان جبريل عليه السلام ينزل إليه ويدارسه القرآن في شهر رمضان. كان السلف الصالح يقبلون في هذا الشهر على تلاوة القرآن، ويتركون حلق الذكر التي كانوا يعقدونها قبل رمضان. كانوا إذا جاء رمضان تركوا حلق الذكر والدروس التي كانوا يلقونها في السنة، ويقبلون على تلاوة القرآن والجلوس في المساجد. فينبغي للمسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح، وأن يقبل على تلاوة هذا القرآن في هذا الشهر خاصة وفي بقية الشهور عامة. فإنه كتاب الله، وهو حياة القلوب، وهو نور البصائر، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين الذي أمرنا الله جل وعلا بالتمسك به، وأمرنا بتدبره والعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. التدبر هو المطلوب من القراءة، والقراءة إنما هي وسيلة إلى التدبر. ثم أيضا التلاوة والتدبر وسيلتان إلى العمل بالقرآن، فالعمل هو المطلوب، وأما التلاوة وأما التدبر فإنما هما وسيلتان إلى العمل. العمل هو الغاية المطلوبة من تلاوة القرآن. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، فلم يقتصر على يتلون كتاب الله، بل قال: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. فلا بد من العمل بهذا القرآن. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هناك من يرغب في حفظ القرآن الكريم، فلعل لكم كلمة توجيه بمناسبة أو اختيار الأوقات المناسبة لحفظ القرآن الكريم وقراءته. أولا تتم للجواب الذي قبل هذا السؤال، وهو أنه من اعتاد تلاوة القرآن في شهر رمضان وأقبل عليه، فإنه لا ينبغي أن يقطع ذلك في نهاية الشهر، بل عليه أن يواصل وأن
يقرأ من القرآن كل يوم ما تيسر له ولو كان قليلا يداوم عليه، ولا يمضي عليه شهر إلا وقد ختم القرآن، هذا على الأقل. وإن ختم القرآن في كل 10 أيام، يعني يختمه في الشهر 3 مرات، هذا أحسن. وإن ختمه يعني في كل 10، يعني فيختم القرآن في الشهر 3 مرات، هذا أحسن. وإن ختمه في كل 7 أيام فهذا أحسن، وإن ختمه في كل 3 أيام فهذا أحسن، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان يختمه في صلاة الليل أو يختمه في التلاوة خارج الصلاة، المهم أنه يجعل له حزبا من القرآن يوميا بحيث لا يأتي عليه الشهر إلا وقد ختمه. نعم. بالنسبة، نعود إلى الأوقات المناسبة لحفظ القرآن الكريم. المناسبة تختلف باختلاف الأشخاص، كل يأخذ بما يناسبه، ولكن بالنسبة للوقت المشترك والعام والنافع هو الوقت الذي يكون الإنسان خاليا من الشواغل، يكون الإنسان فيه خاليا من الشواغل، مثل في فترة من الليل، في هدأة الليل، أو في الصباح، في أول الصباح بعد صلاة الفجر، أو في أي وقت يناسب الإنسان، لأن الناس يختلفون وعندهم أشغال، فالوقت الذي يفرغ فيه الإنسان هو الوقت الذي ينبغي أن يستعمله لحفظ القرآن. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في شهر رمضان المبارك بعد ختم القرآن الكريم، بالنسبة لدعاء الختم، هل هو لازم؟ ليس بلازم، ولكنه مستحب، لأنه وقت إجابة عند نهاية القرآن، فإنه أحرى بالإجابة، فيدعو الله سبحانه وتعالى. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء كانوا يختمون، يدعون عند نهاية القرآن، بل كانوا يدعون إخوانهم ويجتمعون ثم يقرؤون الدعاء ويدعون الله عند ختم القرآن، ويؤمن الحضور لأجل أن ينال الجميع من الأجر في هذا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونحن في ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أيها الإخوة الكرام، كان معكم خلال الدقائق الماضية فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.